بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقسم أمواله على أبنائه وهو حي؟ وهل يجوز أن يعطي شيئا لزوجته؟ الله الأحسن إن الإنسان يبقي أمواله بيده ما دام حيا، يبقيها بيده، وإذا مات فالله جل وعلا قد قسمها قسمة عادلة تؤول إليهم، وما دام حيا فيبقي أمواله عليه وينتفع بها ويستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا رأى أنه يقسم أمواله على أولاده يجب عليه العدل، يجب عليه العدل. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيعدل بينهم، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما قسم الله سبحانه وتعالى، ولا يترك أحدا من أولاده لا يعطيه شيئا، بل يعطيه بالعدل مثل ما يعطي الآخر. نعم. وإذا أعطى الزوجة فلا بأس بذلك، الزوجة أيضا صاحبة إحسان إليه ورفيق طيب معه، فيعطيها ما يرضيها.